يا ملعب راح يكون ملعب الطلبة بالموسم الجديد؟ إن شاء الله الحبيبية رسمي، أتم الاتفاق وراح يكون ملعب الحبيبية إن شاء الله. زين، وفقا للتشكيلة الحالية من لاعبين أساسيين واحتياط كتوليفة، شنو طموح الطلبة هذا الموسم؟ حصول على المركز الأول. حتى ما فكرت بالجواب؟ لا، هو هذا احنا من أول وحدة تدريبية الكابتن ثائر هو يعني من المدرب يريد من عندك أول، واللاعبين والجمهور والإدارة، ممكن يعني ماكو شيء مستحيل في كرة القدم، وإحنا هذا طموحنا، المركز الأول منافس على لقب الدوري والكاس. حسب توقعك هذا الطموح صعب؟ ماكو شيء صعب في كرة القدم ومستحيل. وفقا لتعاقدات الأندية الأخرى، كل يعني أقرب الأندية مميزة وتعاقدات. من أكثر نادي عجبك تعاقداته؟ يعني أنا بوجهة نظر يعني ممكن الشرطة، يعني حافظ على أكثر لاعب من التشكيل الأساسية، ويعني الطلبة كان مميزة. الشرطة والطلب ممكن كان مميز. طيب، ماذا جاء بفقرة توضيح مع وقاع رمضان؟ التوضيح يقول وقاع رمضان: خروجي من الطلبة مستحيل، ورغبتي أن أكون أحد أساطير الأنيق. أنا مصرح يعني قايل ما أخرج من نادي الطلبة إلا إذا كان رغبة الإدارة أو رغبة الجمهور بي. يعني من الإدارة توصل لمرحلة تقول ما أريد وقع، تقول مرحلة مثلا أنا مثلا ما محتاج أوقع، أو وقع مثلا مثلا يعني يريد مبالغ عالية أو هاي، أو أنا مثلا لا ما أستحق هذا الشيء، فيعني أكون مثلا خارج الفريق. بس أنا بالعراق يعني رغبتي يعني البقاء بنادي الطلبة. حلو.